يا مساء الفل، اهلا وسهلا بحضراتكم. نبدا مع حضراتكم حلقه سخنه جدا من السادسه النهارده. الحقيقه امبارح العالم كله كان بيتابع جوائز او حفل توزيع جوائز البالون دور، والنتيجه كانت عندنا هنا في السادسه على شاشه الاهلي من اسبوع فات، وقلنا لحضراتكم انه ميسي هو الفائز بالجائزه. ما كانتش محتاجه مجهود كبير الحقيقه. صحيح احنا بنتابع وشايفين وسامعين ورصدين تسريبات كتيره جدا، لكن خد بالك من حاجه منطقيه جدا. الجائزه جائزه الفرنس فوتبول، والحفل بيتعمل في باريس، وميسي بيلعب في باريس سان جيرمان، فالحكايه مش محتاجه يعني ذكاء كبير. طبعا الحقيقه حاله احباط كبيره جدا للناس اللي يمكن بتتكلم كوره او فاهمه كوره وشايفه انه ميسي بصراحة ما كانش يستحقها. وحتى وميسي طالع على الستيج وحتى وهو بيقول كلمته، تحس ان هو جواه شخصيا مش مقتنع انه يستحق جائزة البالون دور امبارح. اذا كنت بتحسبها بارقام وبمستويات اداء، فليفاندوفسكي بالتأكيد، يعني ناس كتير جدا الحقيقة ممكن تكون مقتنعة ان هو كان الاحق والاقدر بجائزة البالون دور. واذا كنت بتحسبها بالالقاب، فجورجينيو الايطالي كان يستحقها بكل تأكيد، لانه فاز مع ايطاليا ببطوله اليورو، وفاز مع تشيلسي ببطوله الشامبيونز ليج. فبالتالي الحقيقه وجود ميسي في منصه التتويج امبارح اعتقد انه كان غير موفق على الاطلاق، وبيأكد انه حسابات كثيره جدا 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 بره الكوره بتدخل في فكره توزيع جائزه باهميه وبحجم البالون دور. لكن زي ما قلت لكم، طبيعي جدا وجود مسؤولين ليوناردو وناصر الخليفي من باريس سان جيرمان امبارح، وحفله بتتقدم في فرنسا وحفله بتتقدم في باريس، ووجود ميسي في باريس سان جيرمان السنه دي بالتاكيد كان صعب جدا انه اللقب السابع في تاريخه يخرج بعيدا عن ليو ميسي. وبالتاكيد كمان يمكن لو كان ميسي مستمر في برشلونه السنه دي كانت الجائزه كان ممكن يكون ليها حسابات ثانيه. على كل الاحوال هنتابع معاكم اهم اللقطات في جوائز كتير جدا اتوزعت امبارح. وطبعا مبروك لنجمنا المصري محمد صلاح، اللي يمكن في نفس التوقيت كان بيتوج بجائزه مهمه جدا كافضل لاعب في العالم، وهي جائزه الجولدن فوت. خلينا نفتكر مع حضراتكم طبعا النهارده بدايه وانطلاق بطوله فيفا كاس العرب. هنتابع مع حضراتكم اخر تطوراتها، خصوصا ان في ماتشين اتلعبوا الصبح. وخلينا نسال حضراتكم ونسمع رايكم كده، هل تتوقعوا ان منتخبنا بدون وجود عدد كبير جدا من اللاعبين الاساسيين، منهم طبعا المحترفين اللي بيلعبوا بره مصر ومشاركته في كاس العرب، قادر يحقق لقب البطوله؟ نسمع راي جمهور الكوره على سؤالنا على صفحاتنا على السوشيال ميديا، فيسبوك انستغرام وتويتر. خلينا نروح لفاصل، نرجع بعد الفاصل ندخل مع حضراتكم ونبدا في التفاصيل. محطه قويه جدا جدا وتجربه في منتهى الاهميه بياخدها منتخب مصر طبعا في مشاركته في بطولة كاس العرب او فيفا كاس العرب الحقيقة اللي بتقام في قطر، واللي انطلقت النهاردة بماتشين. الماتش الاول كان تونس في مواجهة موريتانيا، واليعني نسور كشروا عن انيابهم خماسية ولا اروع الحقيقة في مواجهة موريتانيا في اول مبارياتهم. المباراة الثانية انتهت بتعادل 1-1 بين العراق وبين سلطنة عمان. النهاردة كمان في ماتشين، 6:30 افتتاح رسمي هيبقى قطر في مواجهة البحرين، وبالليل عندنا الساعة 9:30 هيكون الإمارات في مواجهة سوريا. خليني أقول لحضراتكم طبعا أنه كان في مؤتمر صحفي لكارلوس كيروش اتكلم فيه على رؤيته للبطولة وعلى الأهداف اللي بيحاول منتخب مصر مع كارلوس كيروش أنه هو يحققها، وكان في طبعا كلمة لكابتن منتخب عمرو السولية. نقطتين مهمين جدا اتكلم فيهم الراجل، قال احنا جينا بعد توقف المسابقه المحليه مباشره واتمينا استعدادنا للبطوله دي اللي بنشوفها تجربه مهمه واحتكاك قوي جدا للوصول للمرحله المهمه، وهي طبعا الراجل ما فيش حاجه شغله تفكيره غير تصفيات كاس العالم. اتكلم انه ما فيش حاجه اسمها في مصر محلي لاعبين محليين ولاعبين محترفين، كل لاعيبه منتخب مصر لاعيبه محترفه. اتكلم على انه عارف طبعا منتخب لبنان كويس لانه واجهه اكتر من مناسبه لما كان بيدرب منتخب ايران، وبالتالي ما اتكلمش في تفاصيل وقال مش هذكر تفاصيل، لكن انا قريت او وصلت الحقيقه رؤيه كامله عن منتخب لبنان للاعيبه المنتخب الوطني. اللعيبه كلها عملت المسحه اطمنكم عليهم. طبعا خلينا نقول انه الماتشات مستواها تدريجي، يعني بكره ان شاء الله هنبتدي اول ماتشاتنا مع لبنان الساعة 3 بتوقيت القاهرة، السبت إن شاء الله نلعب مع السودان الساعة 6 بتوقيت القاهرة، وآخر مواجهاتنا وهي المواجهة الأقوى الحقيقة هتجمعنا بمنتخب الجزائر. نتمنى إن شاء الله ولاعيبتنا قادرة، حتى لو محترفينا اللي بيلعبوا بره مصر مش موجودين، لعيبة قادرة تقدم عرض قوي وتستغل الفرصة. وبالتأكيد طبعا إحنا عندنا دعم جماهيري كبير جدا، يعني متوقع ماتش بكرة إن شاء الله الجماهير المصرية
واحنا شفنا ده مع الاهلي المصري قبل كده في مناسبتين، مناسبه المشاركه في كاس عالم انديه ومناسبه كاس سوبر افريقيا اللي جمعنا بنهضه بركان. فبالتالي ان شاء الله بكره كمان الجماهير المصريه تكون ماليه ملعب المباراه. طيب عندنا كمان زي ما قلت لحضراتكم افكركم بالمجموعات، عندنا مجموعه اولى قطر والعراق وعمان والبحرين، ودي اللي ماتشاتهم هتتلعب النهارده. المجموعه الثانيه فيها تونس، الامارات، سوريا وموريتانيا. المجموعه الثالثه بتضم المغرب والسعوديه والاردن وفلسطين. والمجموعه الرابعه اللي فيها منتخب مصر، الجزائر ومصر ولبنان والسودان. البطوله الحقيقه تعتبر الاكبر في تاريخ البطولات العربيه، يعني مشاركه طبعا 16 منتخب عربي، اقامه البطوله على نفس الملاعب اللي هتستضيف ماتشات كاس العالم، رعايه الفيفا، اول مره كاس العرب بيدخل تحت رعايه وتنظيم الاتحاد الدولي لكره القدم. كل ده بيدي اهميه وبيدي ثقل. طبعا التوقيت عليه كلام كتير، يعني فكره انك انت تلعب البطوله دلوقتي اعتقد التوقيت غير موفق على الاطلاق. واذا ان شاء الله في نيه، يعني ما تبقاش الفكره بس انه الفيفا بيتبنى او بيرعى البطوله دي عشان يدي قطر فرصه انها تجرب ملاعبها وتجرب اللوجيستكس عندها وتجرب وسائل الاتصال والاقامه وكل تجربه مصغره يعني لكاس العالم. لو تمت بعد كده البطوله اعتقد انه يجب على الاتحادات العربيه التنسيق فيما بينها عشان نوصل لميعاد يسمح ان تكون البطوله تظهر بشكل اقوى. بطوله مهمه مفيش شك ومفيدة لكل المنتخبات اللي بتشارك فيها، وخصوصا المنتخبات اللي على اعتاب المشاركة في المراحل الأخيرة لتصفيات كأس العالم. توقعاتي من المجموعة الأولى قطر والعراق هم الأقرب، المجموعة الثانية تونس والإمارات هم الأقرب، المجموعة الثالثة المغرب والسعودية ده مفيش شك فيه، والمجموعة الرابعة الجزائر ومصر، دول المنتظر إن هم يتأهلوا. وكل شيء وارد في كرة القدم، لازم نحط الجملة دي بين قوسين، وتعلمنا الحقيقة من تجارب كتيرة جدا إنه كرة القدم بالذات هي الرياضة الوحيدة اللي ما فيهاش لعب بالأسماء ولا بالتاريخ ولا بالإمكانيات، كل شيء وارد في 90 دقيقة هي عمر مباراة كرة القدم. طيب خليني أقول لحضراتكم إنه يمكن زي ما قلت لحضراتكم البرتغالي كارلوس كيروش اتكلم على ده، وعمرو السولية اتكلم النهاردة كمان في المؤتمر الصحفي نيابة عن لعيبة مصر. اللي يبدو كده من كلام عمرو تحس إنه عايز يوصل للناس إنه إحنا قادرين نعمل حاجة. الراجل اتكلم النهاردة على حتى اللعيبة الجديدة اللي انضمت لتشكيل المنتخب وقال إن إحنا موجودين هنا عشان نوصل لأبعد مدى في البطولة. الفكرة مش فكرة احتكاك فقط لا غير، لا إحنا جايين وعندنا حلم وهدف يهمنا إن إحنا نحققه. تعالوا نسمع عمرو السولية قال إيه في المؤتمر الصحفي وأرجع لحضراتكم على طول. بطولة طبعا يعني يعتبر تجربة كويسة قبل بطولة أمم أفريقيا، هتبقى يعني مباريات كويسة لنا كمنتخب مصر ان احنا نعد نفسنا كويس للبطولة. جايين طبعا ان شاء الله وعندنا طموح واللعيبة كلها مركزة ان احنا ان شاء الله نوصل لأبعد مدى في البطولة ونرجع بالبطولة ان شاء الله. اللعيبة كلها في مجموعة لعيبة جديدة موجودين، ان شاء الله يبقى ليهم دور ويكونوا موجودين مع منتخب مصر، ان شاء الله نقدر نحقق اللي احنا عايزينه من بدايه مباراه بكره ان شاء الله. اللعيبه اللي موجوده في اوروبا طبعا اسماء كبيره ويعني مش محتاجين ان احنا نتكلم عليهم وعلى تاثيرهم مع منتخب مصر. كنا نتمنى طبعا ان هم يكونوا موجودين، بس يعني المجموعه اللي موجوده من اللعيبه مجموعه لعيبه كويسه عندهم طموح عايزين يحققوا حاجه مع منتخب مصر، عايزين يثبتوا نفسهم، فدي فرصه كويسه ليهم والمجموعه كلها ان احنا نعمل حاجه في البطوله. زي ما قلت لك اللعيبه كلها مركزه وعندنا هدف واحد ان احنا ان شاء الله نرجع بالبطوله. هي الحقيقه المكسب الحقيقي من البطوله دي هي كلمه الروح اللي بيتكلم عليها عمرو السولية، الروح اللي يمكن ما عندناش شك في امكانيات لعبتنا. يعني انا الحقيقه بشوف انه الجيل ده يقدر يروح بينا لبعيد، يروح بينا لبعيد في كاس امم افريقيا ويروح بينا لبعيد في كاس العالم. امكانياتهم بتقول كده، مشوارهم بيقول كده، عندنا فرق محليه واهمهم طبعا الاهلي اللي يعني بيمثل قوام رئيسي لمنتخب مصر. لعيبه تعودت على منصات التتويج وبتدخل كل بطوله هدفها مركز اول ولا شيء اخر، يعني مركز ثاني بالنسبه لهم هو والعدم سواء. عندنا لعيبه محترفين بره على اعلى مستوى، احمد حجازي، محمد صلاح، محمد النني، تريزيجيه ان شاء الله لما يرجع فورمته يكون جاهز، احمد ياسر ريان، مصطفى محمد. والتشكيله دي
تخلي منتخب مصر دايما يخش اي بطوله ينافس. الحاجه الوحيده اللي انا اتمنى انها تظهر في البطوله دي هي الروح. وهنا اتكلم على الوجوه الجديده او الاسماء الجديده اللي انضمت او اللي اختارها كيروش عشان يكون تكون مشاركه مع منتخب مصر في البطوله دي. انا بتهيالي ان الاولاد دول او الاسماء دي عندهم دوافع وحوافز كبيره جدا ياكدوا على احقيتهم وجدارتهم بان هم يكونوا موجودين مع منتخب مصر حتى مع عوده المحترفين اللي بيلعبوا بره او الاسماء اللي تم استبعادها لاي سبب من الاسباب في الفتره الاخيره. ماتشاتنا الحقيقه في البطوله دي تسمح لنا كمان بالتدريج كده ان احنا نوصل لاعلى فورمه، وان شاء الله لما نكون مع الثمانيه الكبار يبقى عندنا القدره على حسب طبعا المنتخب اللي هنواجهه ان احنا ان شاء الله نروح لابعد مدى في البطوله. كل التوفيق لمنتخب مصر. بكره ان شاء الله هنتابع مع حضراتكم وحلقه بكره في العالم يمكن هنركز بشكل كبير جدا على البطوله العربيه او كاس العرب، وهنتكلم طبعا على مشوار المنتخب المصري فيها والاهداف اللي ان شاء الله نقدر نحققها من خلال المشاركه دي. كل التوفيق مره ثانيه لمنتخب مصر. خلينا نروح لفاصل وعندنا فقرات كثيره جدا وعندنا تغطيه وكلام كثير طبعا على الحدث اللي لفت انظار العالم كله امبارح، جوائز البالون دور، المعايير والحسابات. خلينا نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم. اهلا وسهلا بحضراتكم مره ثانيه. أنا حاسس إنه الناس متضايقة وناس كتير زعلانة الحقيقة عشان محمد صلاح امبارح وجوائز البالون دور، رغم إن احنا توقعنا ده من البداية وقلنا لحضراتكم إنه صلاح بعيد، لكن هل ده معناه إنه صلاح مش من أفضل لاعبي العالم؟ لا، امبارح أنا شخصياً وأنا بتابع الحقيقة كنت يعني سعيد جداً إنه في نجم مصري مبدئياً اسمه موجود في حفلة توزيع جوائز البالون دور. وخدوا بالكم أنتوا بتتكلموا على محمد صلاح جه في الترتيب قبل مين؟ قبل نجوم عاملة إزاي؟ بكلمكم على نجوم بحجم امبابي، بحجم نيمار، بحجم لوكاكو وغيرهم طبعا، والقائمه تطول. واللي قبله على طول في الترتيب، انا بتكلم على جوائز الفرنس فوتبول يعني تحديدا، قبله في الترتيب على طول كريستيانو رونالدو. صلاح جاي، ما تخافوش وما تقلقوش. المهم وبشوف ان السنه دي من اهم السنين في السنه اللي احنا فيها دي، الموسم اللي احنا ابتديناه ده من اهم المواسم في تاريخ محمد صلاح كله، وعنده فرصه كبيره جدا 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 ان يوصل للمكانه رقم واحد في العالم. ربنا يوفقه السنه دي بس مع ليفربول سواء في تشامبيونز ليج او في الدوري الانجليزي، ويوفقه كمان مع منتخب مصر، لانه اعتقد مساهمته مع منتخب مصر على الاقل بانه يعني نتمنى طبعا يكون في تتويج في الامم الافريقيه، لكن على الاقل كمان الوصول لكاس العالم اعتقد هتدعم فرص صلاح بشكل كبير جدا في منافسات السنه اللي جايه. وفي النهايه البالون دور جايزه ليها حسابات كتير جدا مش بس كوره، يعني زي ما قلت لحضراتكم، لانه كتير جدا حتى من صحف العالم وردود الافعال على عدم فوز ليفاندوفسكي بالجايزه بتقول انه الجايزه بالتاكيد ليها حسابات ثانيه مرتبطه بقميص باريس سان جيرمان اللي بالتاكيد تم استثمار مبالغ خرافيه فيه، ومن مصلحه النادي الفرنسي ومن مصلحه الصحافه الفرنسيه المؤسسه الرياضيه الفرنسيه بالكامل انها تدعم نادي بحجم باريس سان جيرمان. وقلت لكم انه ميسي شخصيا لو كان في البارسا او لو كان مكمل الموسم ده في البارسا كان ممكن جدا اللقب السابع ما يروحلوش. هنرصد مع حضراتكم ردود الافعال على مستوى العالم كله على جوائز امبارح، بس مهم جدا نقول لكم كمان انه صلاح كان بيتم تتويجه امبارح بجائزه الجولدن فوت كافضل لاعب في العالم، محطم الارقام القياسيه، وان شاء الله باذن الله مزيد من النجاحات للنجم المصري محمد صلاح اللي قادر جدا يكون في حته ثانيه خالص. نتابع مع حضراتكم بقى اهم الجوائز اللي توزعت امبارح في حفل البالون دور في تياتر دو شاتلي في باريس. وطبعا زي ما حضراتكم شايفين دي اللقطات او اللحظات اللي وصلت فيها الجائزه للتياتر دو شاتلي. دروجبا طبعا النجم الافريقي كان بيقدم الحفله امبارح وكان واحد من النجوم اللي تالقوا الحقيقه كمقدم حفلات. دول الاثنين الدرايفرز بتوع اف 1 فورمولا 1 اللي وصلوا الجائزه، فابيو كانوفارو طبعا النجم الايطالي بيقدم بيدري الجولدن بوي، بيدري لاعب البارسا ومنتخب اسبانيا اللي قدم انطلاقه قويه ليه مع اسبانيا في يورو 2020 وموسم قوي برضو مع البارسا، واحد من اهم المواهب اللي جايه في عالم كره القدم. ليفاندوفسكي افضل سترايكر وافضل هداف، وتقدر تقول دي تقدر تقول كده انه الجائزه دي نوع من انواع الترضيه للاعب هو الحقيقه بشهاده الجميع، يعني العالم كله متعاطف مع ليفاندوفسكي بشكل كبير جدا لعدم فوزه بالجائزه. وحتى يمكن واحنا بنتابع تعليقات ميسي على الستيج كان بيقول ليفاندوفسكي انت تستحق الجائزه دي. جان لويجي دوناروما طبعا حارس الميلان السابق بي اس جي الحالي وحارس منتخب ايطاليا وافضل لاعب في يورو 2020 وواحد من اسباب فوز ايطاليا باللقب، فاز بجائزه افضل حارس. كوتيلاس طبعا نجمه البارسا اللي فازت بجائزه افضل لاعبه
كرة القدم الكرة النسائية تقدمت جدا يا جماعة برضه، يعني الحقيقة بيقدموا مستويات ومهارات بتقول انه النساء قادمات في ملاعب كرة القدم. بوتيلاس طبعا نجمة البارسا فازت او توجت بجائزة افضل، دي والدتها ودموع يعني فرحة طبعا وهي بتتابع بنتها امبارح ولحظة تتويجها بجائزة افضل لاعبة كرة قدم في العالم. هذه اللحظة خاصة جدا بالنسبة لي، ده طبعا الكلمة بتاعتها في الحفلة امبارح طبعا في حضور كتير من نجوم الكرة العالمية. صالح حميديتش طبعا مدير رياضي لبايرن ميونخ، ليوناردو مدير رياضي لباريس سان جيرمان، نيدفيد طبعا مدير رياضي لليوفي غايب لانه في السجن ما حضرش امبارح، وهنتكلم طبعا عن مشكله اليوفي. دي اللحظه طبعا اللي تم فيها تتويج ميسي باللقب السابع كاس المنافسه طبعا، او اللحظه الاخيره بين الاثنين دول بعد ما تم اعلان فوز جورجينيو الايطالي بالمركز الثالث كافضل لاعب في العالم، اوصلت ليو ميسي طبعا ولاده الثلاثه وزوجته، وليفاندوفسكي في المركز الثاني، سواريز طبعا رفيق الضرب والكفاح وواحد من اصدقاء ميسي المقربين هو اللي كان موجود على الستيج وسلموا الجائزه. طيب طبعا ميسي اللي يمكن الحقيقه بقى له موسم كامل تقريبا يعني تقدر تقول انه غايب عن مستواه، صحيح انه ما حدش يختلف على قدراته وما حدش يقدر يقول انه ميسي من اساطير اللعب على مدار تاريخها كله، لكن بالتاكيد خلينا نتفق برضو انه ميسي السنه دي او السنه اللي فاتت مش هو ميسي اللي احنا شفناه قبل كده، وهو مش هو ميسي اللي فاز شخصيا بست القاب قبل كده. خلينا نروح لفولفيو كولوفاتي طبعا نجم الانتر ونجم الميلان السابق وصاحب لقب كاس العالم اللي اتحقق مع ايطاليا سنه 82 في اسبانيا، جيل عظيم الحقيقه حقق كاس العالم او لقب كاس العالم لايطاليا سنه 82، وده واحد من طبعا افراد الجيل ده. خلينا نرحب بيه في البدايه، يهمني طبعا بعد ما بشكرك طبعا على شرف لينا انك تكون موجود معانا على شاشه النادي الاهلي، بشكرك على وجودك معانا في السادسه. شكرا لكم، مساء الخير على جماهير قناه النادي الاهلي، وفخر وشرف لفولفيو كولوفاتي الظهور على قناه ثاني اكثر الانديه تتويجا بالبطولات على مستوى العالم. الاهلي فقط يتخطى ريال مدريد وقد خطف اللقب من الميلان. لهذا انا محظوظ لتواجدي على قناه النادي الاهلي اليوم، اتمنى في يوم من الايام البطوله التي تنقص النادي الاهلي فقط كاس العالم للانديه، لان اعلم ان الاهلي الاعظم في افريقيا وفي مصر وفاز ب بطولة افريقيا 10 مرات. انا كمان من عشاق روسونيري الحقيقه وعشاق نجومه على مدار اجيال كتيره جدا، واتمنى انه يرجع مره ثانيه لمنصات التتويج. خليني ابدا كلامي معاك بالحديث عن حفل توزيع جوائز البالون دور، ازاي تابعت النتائج دي وهل شفت انه ليو ميسي طبعا نجم البي اس جي والارجنتين يستحق الفوز باللقب السنه دي؟ انت قلت شيئا هام، مجاملة. ما حدث بالأمس في حفلة البالندور في فرنسا كانت مجاملة لليو ميسي، لكن ميسي تم الترحيب به في باريس لأنه الآن يلعب في باريس سان جيرمان، وصحيفة ليكيب هي صحيفة فرنسية وقامت بعمل لقاء مع ليو ميسي قبل الحفلة بعشرة أيام، ولهذا تم مجاملة ليو ميسي بالأمس بالكرة الذهبية السابعة في تاريخه، أن روبرت ليفاندوسكي كان يستحق الجائزة أو على الأقل جورجينيو الذي فاز مع تشيلسي بدوري أبطال أوروبا وفاز مع إيطاليا باليورو، جورجينيو كان يستحق هو أو روبرت ليفاندوسكي. دعني أقول لك أن بالندور بالأمس، دعني أقول لك أن مجاملة كشفت فضائح كبيرة داخل فرنسا وداخل الصحيفة الفرنسية. طيب خلينا نروح لجورجينيو تحديدا، وانت يمكن اتكلمت على مشوار اكثر من ناجح سواء على مستوى مشاركته مع تشيلسي الانجليزي وتحقيق لقب دوري الابطال تحت قيادة توماس توخيل، او مشاركته مع ايطاليا في تحقيق اليورو مع مانشيني. هل بتشوف انه اهدار جورجينيو لاكثر من ضربة جزاء كانت سبب مباشر في عدم تأهل إيطاليا لكأس العالم
ساهم في عدم حصوله على اللقب او كان من اسباب عدم حصوله على اللقب؟ انا لا اعتقد ان هذا السبب الرئيسي في عدم فوز جورجينيو بالبالندور، لانك تعلم ان ضربات الجزاء دائما دعنا نقول 50-50، وليس جورجينيو فقط من أخطأ في ضربات الجزاء. أنا معك، جورجينيو أخطأ في ضرب الجزاء أمام إنجلترا كانت قد تحرم إيطاليا من التتويج بالأمم الأوروبية، وأهدر ضربتين جزاء أمام سويسرا في زيورخ وفي ملعب الأولمبيكو في روما، وكانت سبب في عدم تأهل إيطاليا لكأس العالم والتحق إيطاليا بالبلاي أوف. لكن جورجينيو قام بعمل سيزون رائع خاصة مع تشيلسي وساعد إيطاليا كثيرا في الحصول على أوروبا. ليفاندوفسكي كان يستحق، إذا كان جورجينيو لا يستحق كان روبرت ليفاندوفسكي كان يستحقها. هو قام بتسديد العديد من ضربات الجزاء، إذا كنا نحسب أن جورجينيو لم يحصل عليها بسبب ضربات الجزاء، روبرت ليفاندوفسكي سجل العديد من الأهداف من بينهم ضربات جزاء. طيب بالحديث عن المنتخب الإيطالي، خليني أكلمك على فرصة المنتخب الإيطالي في الوصول لكأس العالم. إزاي بتشوف نتائج المنتخب الإيطالي في الفترة الأخيرة؟ إزاي بتشوف فرصه كمان في مواجهة منتخب صعب وعنيد جدا هو أيضا مرشح للوصول للبطولة وهو منتخب البرتغال؟ أنت يجب أن تعلم شيئا هاما، أن روبرتو مانشيني عندما استلم الأمور في المنتخب الإيطالي قام بتشييد وقام ببناء فريق كبير على البطولات. كان روبرتو مانشيني استلم من جان باولو فينتورا منتخب مهلهل لديه العديد من المشاكل، قام ببناء هذا الفريق وفاز معهم ببطولة الأمم الأوروبية. لكن تعلم إيطاليا في 2006 كان لديهم ديل بييرو، وكان معهم دي روسي، وكان معنا كانافار، وكان معنا فرانشيسكو توتي، وكان معنا هذا منتخب إيطاليا الذي لديه الآن مانشيني قد يعيد هؤلاء الأمجاد، ليس فقط ككواليتي اللاعبين التي قد ذكرتهم، ولكن مانشيني قام بعمل جيد وما زال يعمل عمل جيد. لكن إيطاليا البرتغال واحد منهم يجب أن يذهب إلى القطر. من الممكن أن يكون إيطاليا مع مانشيني، ومن الممكن أن يكون كريستيانو رونالدو مع البرتغال، لكن نحن نأمن بحظوظنا واثقون في إيطاليا. لكن مباراة بلغاريا ومباراة أيرلندا الشمالية هم قتلوا طموح إيطاليا في التأهل إلى كأس العالم مباشرة، لكن هذا هو القدر وهذه هي كرة القدم، ويجب أن نعلم شيئا هاما، واحد منهم سيذهب إلى المونديال. إذا نجح منتخب إيطاليا في التأهل لبطولة كأس العالم، هل مطالب من مانشيني، هل أنتوا في إيطاليا بتطلبوا من مانشيني خصوصا بعد نجاحه في تحقيق لقب اليورو 2020 أنه يتوج بكأس العالم؟ هل ده مطلب رئيسي أو هدف رئيسي ل يعني مجتمع الكرة في إيطاليا؟ هل نجاح إيطاليا في الوصول على حساب البرتغال يؤهلها؟ وهل كتيبة مانشيني تستطيع أنها تحقق لقب كأس العالم إيطاليا؟ في كرة القدم من الممكن أن يحدث أشياء كثيرة. نحن كإيطاليون وأنا كفول في كولوفاتي أتمنى أن تذهب إيطاليا إلى كأس العالم، وإذا ذهبت إيطاليا إلى كأس العالم من الطبيعي أتمنى فوز إيطاليا، لكن نجب أن نكون منصفين. هناك منتخبات أوروبية في هذا الوقت أقوى من إيطاليا، وقد ظهر ذلك التصفيات، لكن إيطاليا لم تكن مفضلة، لكن هناك ميسي مع الأرجنتين وهناك نيمار مع البرازيل، هم دائما مفضلون وهم دائما مرشحون أقوى من إيطاليا، خاصة بعد تصفيات أوروبا التي أظهرت الوجه الآخر لروبرتو مانشيني. هناك أيضا هولندا، هناك بلجيكا، هناك إسبانيا. كأس العالم بطولة صعبة جدا. إيطاليا أهم شيء الآن نفكر فيه ويفكر فيه الإعلام الإيطالي هو تأهل إيطاليا إلى المونديال، بعد ذلك نفكر إذا كنا ما نفوز على كأس العالم. لكن إذا لم تتأهل إيطاليا إلى كأس العالم ستكون فضيحة للاتحاد الإيطالي.
طيب خليني اروح من المنتخب الايطالي للدوري الايطالي اللي يبدو الحقيقه انه محير جدا السنه دي، يعني مستويات متذبذبه جدا لمعظم فرق المقدمه، الانتر بدا بقوه ثم تراجع، الميلان تصدر ثم تخلى عن الصداره، نابولي في صداره المشهد. بدايه خليني اخذ منك الاول تقييم لاهم الاسماء او اسماء المدربين في الكالتشو، سباليتي مع نابولي، انزاجي مع الانتر، مورينيو مع روما، وبيولي مع الميلان، ازاي بتشوف الموسم ده ادائهم ومين عنده فرصه اكبر لتحقيق لقب الكالتشو؟ ما io ti dico una cosa. هناك شيئا هام. الانتر فاز بالدور الايطالي العام الماضي وقدم اداء رائع مع انطونيو كونتي، لكن سيموني انزاجي يقدم اداء رائع. الانتر الان عاد ولديه نقطه وحيده تفرقه عن الميلان، لكن سباليتي استلم نابولي ضعيف جدا، ونابولي لديه العديد من المشاكل مع دي لاورينتيس رئيس النادي، لكن سباليتي يقدم اداء رائع مع نابولي ايضا في بطوله اليوروبا ليج، ويلعب في الدوري الايطالي كرة إيطالية نستمتع بها في ملعب دييغو أرماندو مارادونا، لكن هو كما ذكرت اليوفي، تتحدث عن اليوفي، هل تتحدث عن اليوفي؟ اليوفي في هذه الأيام يعاني معاناة كبيرة، لديه العديد من اللاعبين الكبار، لكن الدوري الإيطالي دوري غريب هذا العام، البعض يقول نابولي، البعض يقول الميلان، البعض يقول الإنتر، لكن نابولي خسر في اليوروبا ليج، رجع فاز أمام لاتسيو 4-0 في ملعب دييغو أرماندو مارادونا في أمسية الذكرى الأولى لمارادونا. الميلان بعد الفوز أمام أتلتيكو مدريد في المتروبوليتان خسر أمام ساسولو 3-1. الإنتر خسر أمام اليوفي لكن عاد وفاز في المباراة الأخيرة، لكن أين اليوفي؟ فيرميامو ميستر هل تتوقع بمناسبة كلامك عن اليوفي الحقيقة أنه أزمة الفساد الأخيرة والاتهامات اللي طالت طبعا رئيس النادي والمدير الرياضي، تم القبض بالفعل على أنيالي رئيس النادي وتم القبض على بافل نيدفيد المدير الرياضي، إزاي بتشوف تبعات ده أو تأثير ده على مسيرة اليوفي سواء في الدوري الإيطالي أو في الشامبيونز ليج؟ بالتأكيد نعم، اليوفي كفريق كرة القدم يعاني الآن من أشياء كثيرة جدا تدخل داخل جدار البيانكونيري، لكن اليوفي هناك شيء إيجابي، تأهل إلى الدور الثاني من دوري أبطال أوروبا، لكن دعني نتحدث عن فضيحة، وأنا أتعمد أن أقول فضيحة لأن اليوفي متخصص في هذه الأشياء. 42 صفقة تم توريط اليوفي وأندريا أنييلي في الاتحاد الإيطالي، والآن أندريا أنييلي وبافل نيدفيد وستة من أعضاء مجلس إدارة نادي اليوفي أمام القضاء الإيطالي في تحقيقات في صفقات مشبوهة، وهذا أثر بالطبع على الدوري الإيطالي وعلى الكرة الإيطالية. نابولي أيضا كانت لديه بعض المشاكل لكنه تم تبرئته. سبيريامو أتمنى أن تنتهي هذه الأشياء لأن سمعة الكرة الإيطالية لا تحتاج لهذه الأشياء، ونحن مقبلون على مباراة هامة أمام البلاي أوف، لكن هناك قضاء ونحترم القضاء، وإذا ما أثبت تورط اليوفي في هذه الأشياء ستكون العواقب وخيمة جدا على اليوفي وجماهير اليوفي وعلى أندريان يلي. سينيور كولوفاتي خليني أسألك على، هطلع منك من المسابقات المحلية أو المستوى المحلي وأروح لمستوى الشامبيونز ليج، هل بتشوف أن الموسم ده في نادي إيطالي قادر ينافس على تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا؟ صعب جدا. أنا أعتقد أن الكرة الإنجليزية لديهم أشياء أكثر مننا. الإنتر كان لديه أشرف حكيمي ولوكاكو، للأسف تم التخلي عنهم من إدارة الإنتر من أجل المال، وذهبوا إلى واحد إلى باريس سان جيرمان والآخر إلى تشيلسي، وهذا أضعف من حظوظ الإنتر في القتال على دوري أبطال أوروبا. البايرن ميونخ ومانشستر سيتي وليفربول
الثلاثة التي قد ذكرتهم ليفربول الذي يلعب لديه أعظم لاعب، لماذا لا تذهب البالندور لصلاح؟ أنا أسأل من خلال قناة النادي الأهلي. أقول لك لأن محمد صلاح وهؤلاء العرب واللاعبون دائما ما يتم ظلمهم، وهؤلاء الأسماء ليست لديها حسابات في الإكيب. اليوفي أيضا 4-0 أمام تشيلسي كسب المباراة، لكن اليوفي قد لا يذهب إلى الأدوار النهائية لكن يلعب مباراة جيدة. ولهذا أقول لك أن بالنسبة للدوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان بايرن ميونخ وليفربول هما المفضلون. نجم إيطاليا والميلان والإنتر فولفيو كولوفاتي بشكرك شكرا جزيلا على وقتك وبشكرك على مشاركتك معنا في السادسة. وسريعا جدا نروح مع حضراتكم نشوف ردود الأفعال بقى، لأنه زي ما قلنا أنه طبعا عشاء ميسي في حالة سعادة غامرة بفوزه وتتويجه للمرة السابعة على التوالي، لكن خلينا نقول برضو أنه ناس كتير جدا على سطح الكرة الأرضية في حالة غضب وحاسين أنه الأقدر بالجائزة كان ليفاندوفسكي، منهم طبعا كريستيانو رونالدو اللي عبر عن غضبه. خلينا ناخد جولة كده في صحف العالم ونشوف أهم وأبرز العناوين. البداية مع الماركا قالت طبعا على عنوانها الرئيسي، طبعا هي حطت عنوانين لوس ميخارس يعني الأفضل على مستوى العالم، وحطت صور طبعا للجوائز أهم جوائز التتويج، وكلمت على أليكسيا بوتيراس طبعا نجمة برشلونة الكاتب قالت إنها تاريخية. نروح لسبورت الإسبانية تريبلات دي اورو، وحط طبعا الثلاثي اللي كان طبعا الميسي على اعتبار انه كان بينتمي للبارسا، فبالتالي البارسا حقق ثلاث جوائز ذهبيه، بيدري الجولدن بوي، ليو ميسي افضل لاعب، وفوتيلاس طبعا افضل لاعبه كره قدم على مستوى على وجه الارض. نروح للموندو ديبورتيفو اللي اختارت برضو صوره لفوتيلاس مع ميسي في حفل البالون دور، وقالت اورو بلاوغرانا او بلاوغرانا الذهبي او برشلونه الذهبي كعنوان ليها. وخليني كمان الحقيقه اقول لكم كمان ان يمكن في عنوان صغير جدا اشارت سبورت الاسبانيه، لانه هالاند طبعا ايرلينج هالاند النجم النرويجي ونجم بروسيا دورتموند قريب جدا جدا من برشلونه. نروح بعد كده لميرو سبورت وان ران، طبعا في اشاره لرانجنيك المدرب الالماني الجديد اللي هيتولى مسؤوليه مانشستر يونايتد ان هيز بوج، وفي الاشاره طبعا لبوجبا والكلام على العلاقه بين الاثنين ومصير بوجبا مع مانشستر، اللي في اغلب الاحوال بوجبا خلاص اتقفلت صفحته مع الريال، هيستمر في اليونايتد ولا هيكون ليه وجهه ثانيه؟ ده اللي هنعرفه في خلال ايام ثانيه. وطبعا جنب العنوان الرئيسي عنوان ثاني بيتكلم على انه كريستيانو غاضب جدا من ذهاب الجائزه لميسي، وبيرى انه ليفاندوفسكي كان الاحق والاقدر بها. كريستيانو رونالدو جه امبارح في الترتيب او في مركز رقم 6، وده بالنسبه لكريستيانو يوم للنسيان. نروح بعد كده لسان سبورت بتكلم طبعا كيك ان ذا بالوند، وبتكلم على كل الجوائز الخاصه بالبالون دور، وبتتكلم كمان على انه رونالدو غاضب جدا في العنوان، انه غاضب جدا من عدم ذهاب الجائزه او جائزه الافضل في العالم لليفاندوفسكي، وبيشوف انه ميسي لا يستحقها. الإكيب الفرنسية قالت جو سات اي ماتش، وطبعا في إشارة لوصول ليو ميسي النجم الأرجنتيني للقبه السابع. وطبعا ما فيش حد في فرنسا أو فيش حد في باريس، مش بس فرانس فوتبول، الإكيب أي صحافة فرنسية لابد إنها تحتفي يا جماعة، ده قميص باريس سان جيرمان اللي فرنسا كلها واقفة وراه وبتسعى لتتويجه بالشامبيونز ليج. وكمان خدوا بالكم الموضوع ليه حسابات اقتصاديه، تيشيرت ميسي بيحقق ارباح كبيره جدا، فيكون يكون يعني افضل لاعب في العالم دي تفرق كتير جدا في مبيعاته وفي اقتصاديات باريس سان جيرمان. كارييري ديلو سبورت الايطاليه كلمت طبعا على اليوفي وعلى مشاكل اليوفي في الفتره الاخيره وسقطاته طبعا اللي تمت الادانه بسببها لاندريا انيلي رئيس النادي وبافل نيدفيد المدير الرياضي في النادي. وفي عنوان تاني طبعا انه ميسي البريميرو في اشاره طبعا لفوزه بالمركز الاول او بالجائزه الاولى في جائزه افضل لاعب في العالم. دي اغلب ردود الافعال، كلام كتير بقى في السادسه هنتكلم فيه على
منتخب مصر، وهنتكلم فيه على البطولة العربية ومشاركة طبعا المنتخب المصري، وهنتكلم كمان على قرعة كأس العالم مع واحد من نجوم مصر والنادي الأهلي، لاعب ومدرب طبعا النجم الكبير كابتن عادل طعيمة هيكون ضيفنا في السادسة النهاردة. هسيب حضراتكم مع فيديو بعتته لنا طبعا رابطة مشجعي النادي الأهلي في السعودية، احتفالا طبعا بفوز قائمة كابتن محمود الخطيب في الانتخابات الأخيرة، ورسالة دعم مهمة جدا لنجم النادي الأهلي مؤمن زكريا. هنشوف تفاصيله ونتابعه ونرجع لحضراتكم بعد الفاصل. من امبارح ومن اللحظه اللي تابعنا فيها على الهواء هنا في السادسه مع حضراتكم لحظه اجراء القرعه الخاصه بكاس العالم، وقلنا فيها انه الفيفا اختار ميعاد من 3 ل 12 فبراير لاقامه البطوله، بطوله كاس العالم للانديه، واتكلمنا طبعا على تعارض غير مفهوم على الاطلاق، يعني مش منطقي بين اكبر اتحاد مسؤول عن كره القدم في العالم الفيفا والاتحاد القاري المسؤول عن بطوله امم افريقيا يغيب بينهم التنسيق في بطولتين بالحجم ده، بطوله بحجم واهميه كاس عالم انديه وبطوله بحجم واهميه كاس الامم الافريقيه. واتكلمنا على انه النادي الاهلي هيتعرض لظلم شديد جدا في فكره عدم وجود لاعبته لمشاركتهم مع منتخب مصر، بما انه الاهلي هو الرافض الاساسي لتغذيه المنتخبات على مدار السنين كلها. والحقيقه في ناس خدت الكلام ده بفكره يعني انا مش قادر افهمها ولا استوعبها ولا افهم الناس دي بتفكر اساسا ازاي، وقالت ازاي يكون في مقارنه بين الاهلي وبين المنتخب وطبعا المنتخب هو الاهم. ده شيء بديهي واساسا لا تجوز المقارنه بين الاهلي وبين المنتخب، وبالتاكيد مصلحه ده مبدا اساسي في النادي الاهلي على مدار سنين طويله جدا، انه جزء اساسي وهدف اساسي من نجاح الاهلي انه يمد المنتخبات المصريه في كل اللعبات بعناصر تقدر تدفع الرياضه المصريه للامام، ده دور بيلعبه الاهلي طول عمره وتاريخي. لكن الكلام هنا كان المفترض انه الناس لما تطرح حاجه كده تتكلم على فكره الدفاع عن حقوق نادي مصري، مفترض انه الاتحاد الافريقي والاتحاد المصري يقفوا في ظهره عشان هو ممثل الكره المصريه وهو ممثل الكره الافريقيه. أنا هتكلم مع حضراتكم طبعا على منتخب مصر، ده شيء أساسي، وطبعا هنتكلم على انطلاقة مشوار المنتخب، بس اسمحوا لي في البداية أرحب بنجمنا النهاردة في السادسة، نجم كبير طبعا في الرياضة المصرية في النادي الأهلي وفي منتخب مصر، لاعب ومدرب زي ما قلت لحضراتكم، صاحب مشوار طويل جدا من الإنجازات والعطاء، كابتن عادل طعيمة ضيفنا النهاردة ونجمنا في السادسة. مساء الخير يا كابتن عادل. أهلا يا أحمد. يعني امبارح الحقيقة كان في كلام مش قادر اوصفه غير انه كلام بايخ وكلام سخيف بيتقال على فكره انه ازاي تحطوا الاهلي في مقارنه مع منتخب مصر، واذا في تعارض بين البطولتين فمنتخب مصر اهم. يعني مش فاهم الناس ازاي حولت او حورت او حولت الكلام اللي اتقال بالمعنى السخيف ده. بسم الله الرحمن الرحيم. هو بدايه زي ما انت تفضلت كده في البدايه، هو النادي الاهلي ماله مال القصه دي؟ القصه دي بتاعه اتحاد كوره والكاف والفيفا، الاهلي ماله؟ هو الاهلي عمره تاخر على المنتخبات؟ في كل الالعاب مش في كره القدم بس، في كل الالعاب النادي الاهلي دايما النادي الوطنيه اللي بيمد المنتخبات في كل الالعاب وانجازات كلها على مصر كلها، امم افريقيا 3 مرات، كان النادي الاهلي معظم العناصر من النادي الاهلي وكانوا اللعيبه كلهم في قمه الفورمه بتاعتهم، وعلشان كده خدنا 6 و8 و10 امم افريقيا. فلما يبقى الاتحاد الكوره من 4 ايام قاعد هو الكاف والفيفا وما يشوفوش حاجه زي دي،
وبعدين يصدر لك انت هو النادي الاهلي هو اللي خد قرارات. المفروض الاول اتحاد الكوره او اللجنه الاستاذ احمد مجاهد، المفروض الاستاذ احمد مجاهد يبقى عنده خلفيه زي ما كده بيراميدز موجود مع انفانتينو. يعني الراجل كان عندنا هنا في مصر واتكلموا في كاس العالم سنه كل سنتين ولا كل اربع سنين، واتكلموا في السوبر ليج المفترض انه البطوله اللي عايزين يطرحوها في اللي ما عرفوش يعملوها في اوروبا عايزين يعملوها في افريقيا. ازاي ما جاش يعني وليه ممثل افريقيا يبقى الفريق الوحيد؟ يعني كل الفرق اللي حاضره من كل قارات العالم ما عندهاش اي ارتباطات في التوقيت ده، ليه ممثل افريقيا الوحيد اللي المفترض انه يشارك في البطوله وهو محروم من خد بال حضرتك مش بكلم بس على لعيبه منتخب مصر، انت عندك ديانج ممكن هيبقى موجود مع منتخب مالي، معلول هيبقى موجود مع منتخب تونس، بنون ممكن يبقى موجود جدا مع منتخب المغرب، وبالتالي انت بتتكلم على فرقه كامله ممكن تكون غايبه عن النادي الاهلي. لا شوف، ما هي العمليه اصلها يعني بيصدر لك بقاله دلوقتي سنتين مشاكل، واخرهم طبعا مجلس الاداره والباشمهندس عمرو فاروق الوزير عمرو فاروق. شوف الخطوات ايه، وبعدين الفيفا والاجهزه اللي فيه والكاف والاجهزه اللي فيه مش عارفين ان في تضارب. يعني هم لازم يجوا مصر هنا ويقعدوا مع بعض عشان يعرفوا ان في بطولتين في نفس التوقيت؟ لا، دي حاجه يعني اولا ما تخشش الدماغ، واي راجل في الشارع مش متعلم يعرف على طول ان في حاجه مش طبيعيه. مش عايزين نقول مؤامره، بس دي بتحطك في شك. ازاي اتحاد الكوره؟ طب النهارده بيراميدز والمصري انت اجلت لهم الماتشاتهم وما راحوش طبعا المنتخبات والحاجات دي. يعني لعيبه بيراميدز والمصري ما راحوش مع المنتخب، طبعا الفرق في التاثير. يعني ممكن منتخب مصر جدا يقدر يلعب بطوله بدون لعيبه بيراميدز. احمد حتى لو لعيب واحد انا يعني لو عندي اثنين ثلاث لعيبه برضو دي بتاثر في قوتي، لان انا دوري محترفين. فانا ايا كان اللعيبه، انما انا يعني علشان كده برضو انا بحيي مجلس اداره جدا وببارك له طبعا على الانتخابات، بقول انه خدوا الخطوات القانونيه اللازمه. بخاطب اتحاد كوره عشان اتحاد الكوره يخاطب، او لجنه الكوره اللجنه اللي بتدير الاتحاد بتتكلم مع الكاف وبتتكلم مع الحاجه دي. مش المفروض النادي الاهلي هو اللي يجري وراها، ده المفروض اتحاد الكوره، لان النادي الاهلي بيمثل مصر. وبعدين انت نجومك اللي انت بتدفع فيهم ارقام علشان جماهيريتك وعلشان الجانب الادبي والجانب المادي لجماهيرك اللي على مستوى العالم كله محتاجين ان البطوله ديت نوصل لمركز متقدم اكتر من المركز الثالث. انت بتحرمني من ولادي اللي انا جايبهم علشان يدوني البطولات دي. انت حضرتك بتكلم الاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي، يعني عشان برضو الكلام واضح موجه لمين؟ لا، الكاف اولا، والاتحاد اولا وبعدين الاتحاد الدولي. الاتحاد الدولي والكاف ولجنه الكوره، اتحاد الكوره، لجنه اتحاد الكوره. فانا الوضع الطبيعي النادي الاهلي المفروض ان هو ما يتحركش. ده اللي يبقى الشغل الشاغل لاحمد الاخ احمد مجاهد ان هو اللي بيجري ورا الكلام ده. ومع ذلك طبعا احنا عارفين طبعا الخلفيات اللي موجوده وعارفين ايه اللي بيجرى. متوقع يكون في دور ايجابي؟ انت شخصيا متوقع انه يبقى قانونا التحرك اللي حضرتك بتقول عليه ده يحصل؟ اكيد اكيد اكيد، لانه انت بتشتغل قانوني، انك انت لعيبتك انت بتحطني في حته ان انا مش وطني. ازاي؟ لا، ما انا برضو دي بطوله فيها وطنيه وفيها يمكن اكتر متابعه من افريقيا. وبعدين الحاجه الثانيه، افريقيا عمالين يسربوا ان البطوله ممكن ما تتلعبش، فهو يسرب لك دي وبعدين يروح منزل لك جدول ويروح عامل قرعه. هي صحيح، يعني برضو يعني اذا كنت بتكلم على يعني قمه العشوائيه في اداره لعبه كره القدم على مستوى بطوله هي الاهم على مستوى قاره افريقيا، هتتاجل، هتتنقل، هتتلعب، مش هتتلعب، يعني ازاي تبقى بتتكلم على بطوله هتتلعب كمان اقل من شهر يمكن ولا شهر وشويه، ويبقى لغايه دلوقتي مصيرها ومواعيدها ومكانها مش مؤكد بشكل كامل. والتسريبات دي مش تسريبات اي ناس، يعني مش واحد صحفي ولا لا، ده ناس مسؤوله بتقول ان الكاميرون في مشكله بالنسبه للملاعب وفي مشكله بالنسبه للتامين الطبي، النواحي الطبيه. احنا بنسمع ده يا كابتن عادل، معلش انا اسف اقطع كلامك، قصه الكاميرون دي احنا دايما بنسمعها بقى لنا 6 شهور، ما يمكن اكتر والله، والله يمكن اكتر كمان. ولغايه النهارده الموقف مازال مش واضح. الوضع الطبيعي
ومن خلالك بنقول الباشمهندس احمد مجاهد لان دي هتبقى يعني من ضمن النقاط السلبيه جدا في الفتره اللي انت بتادي فيها، انك ازاي يبقى النادي الاهلي عنده بطوله بالحجم ده وانت ما خدتش موقف. انتوا قاعدين هنا اربع خمس ايام الناس عماله تتفسح وعماله تروح هنا وهنا وهنا، ما جاش في خاطركم ان هناك كاس عالم انديه وان في امم افريقيا، وعارفين ان لعيبه النادي الاهلي بتمثل 80% او 70% من قوام المنتخب موجودين. انت فاكر في الاولمبيات لما النادي الاهلي لعب الدوري من غير لعيبته وادى 6 لعيبه و7 لعيبه؟ يعني في نادي في الدنيا بيعمل كده الا النادي الاهلي، لان ده نادي وطني، نادي الوطنيه. فاحنا مهما يعملوا والله ان شاء الله ربنا بينصرنا، لانه دايما دايما انت طالما على حق ربنا دايما هينصرك. انت الاخ احمد مجاهد من خلالك بنقول له من فضلك اتحرك، لان جماهير مصر سواء اهلي او غير اهلي يعني هتبقى نقطه سلبيه جدا في الفتره دي. هو في حد مشرف مصر في اي بطوله عالميه غير النادي الاهلي يا كابتن عادل؟ يعني هو النادي الاهلي لما بيتوج من ببطوله في مشاركته في بطوله زي كاس عالم انديه بميداليه برونزيه، مش بيتكتب الاهلي مصر؟ يعني مش ده انجاز يحسب للرياضه المصريه؟ انت المره دي سابع مره انت تروح. مين في مصر راح سبع مرات؟ مفيش حد راح خالص. مين في مصر راح مره؟ وبعدين انت المنتخب القومي انت مين بيمثلك؟ انت عندك مش اقل من 10 6 7 منهم جوه الملعب. فانت وحتى الدكه اللي بره، فانت بتعاقب النادي الاهلي ولا ايه يعني؟ هل ممكن يتعامل كيروش؟ عشان يعني انا عايز طبعا اخد رايك كمان في القرعه، انا عايز اكلمك في البطوله نفسها، بس هل ممكن يتعامل كيروش مع بطوله امم افريقيا زي ما اتعامل مع بطوله كاس العرب؟ يعني فكره ان هو واخدها على انه مباريات احتكاك، كانها اشبه بالماتشات الوديه بس هي ليها صفه الرسميه. والله احمد احنا بندلع المدير الفني اللي بيجي لنا، احنا بايه بنعمل له ايه؟ بندلعه، نوديه الهرم، نوديه يعني ياكل فته في الحسين والحاجات ديت. انا اللي انا اعرفه المدير الفني في اي دوله في العالم بيحط شروط قاسيه جدا. هل ينفع ان انا لما اكسب ليبيا رايح جاي بيقال، ما اعرفش الكلام ده مظبوط ولا لا، اطلع مكافاه؟ ازاي المكافاه دي تطلع امتى؟ لما اروح كاس عالم وبعدين دوري المجموعات اعديه واوصل لدور ال 16 ابقى انا في الوقت ده اطلع له مكافاه. وانا بكتب العقد. حضرتك تقصد توصل دور ال 16 في كاس العالم نفسه؟ ايوه. واحنا اقل من الكاميرون ونيجيريا؟ لا والله مش اقل يا كابتن. غانا مش ده وصل؟ ايه ده، في حد اهو يعني احنا مش اقل اهو، مش احنا بنقول كده الكره المصريه تستحق انها تروح لبيت بطوله العالم اللي قبل دي؟ مش كان غانا لولا ضربه جزاء كانوا هيخشوا دول اربعه؟ كانوا دور ثمانيه. غانا ونيجيريا قبل كده والسنغال والكاميرون. فانت ده مصر هي المؤسسه للاتحاد، ومصر يعني كل العبقريه موجوده فيها، واللعيبه عندنا الموهبه وعندنا العلم. عودونا انه مجرد الوصول لكاس العالم ده في حد ذاته يعني مش عارف ليه اتزرع في عقول المصريين كده، انه بس نوصل كاس العالم هو ده اهم هدف او ده اقصى الطموح والامان، انك بس يا رب بس نتاهل لكاس العالم. لكن ما حدش فكر قبل كده انه يشتغل ويخطط لمنتخب مصري مش بس يوصل كاس عالم، ده يوصل كاس عالم ويروح يعني مش لازم اقول ينافس على البطوله، بس على الاقل يوصل 16 يوصل 8 وليه لا؟ ما احنا مش قليلين يا جماعه. عايز واحد يبقى كده ايه من النادي الاهلي او متربي في النادي الاهلي، عارف ان كل بطوله بيخشها لازم يوصل لاعلى مستوى ويوصل لاكبر او لابعد نقطه علشان ينجح، ان هو يوصل للمرحله اللي الشعب المصري يبقى فخور بيها. احنا لما بنوصل كاس العالم مش دي معجزه؟ كل يعني كام دوله بتوصل كاس عالم؟ في جزر بتوصل كاس عالم، جزر بتوصل كاس عالم في جنوب في امريكا الجنوبيه والحتت ديت. فانا مصر ام الدنيا، البلد الكبيره العريقه. هكلمك بصراحه يا كابتن عادل، انا محتاج اروح لفاصل عشان اتكلم بصراحه، اتكلم براحتي معاك واسمع رايك. خليني هروح لفاصل اخير وارجع اكمل كلامي مع كابتن عادل طيب. الكلام اللي كنت بقوله مع كابتن عادل طيب قبل الفاصل في منتهى الأهمية، وبصوا كده يعني عايز برضه الناس تبقى معانا في نفس التراك اللي احنا هنتكلم فيه. بصوا على ال 30 سنة الأخرانية كام اسم تولى مسؤولية منظومة الكرة في مصر، يعني مع كامل الاحترام والتقدير لكل الأسماء.
بس ايه اللي اختلف عندنا؟ يعني مين حقيقي حسيت انه جه عمل بصمة، عمل نقلة، عنده رؤية، حط خطة، حط أهداف تتحقق بعد 10 15 20 سنة؟ كله زي اللي قبله، مفيش نفس النمط، نفس الصندوق، نفس طريقة التفكير، وبالتالي أنت تقريبا محلك سر، تستنى كل تصفيات تيجي عشان تعاني وتتأهل يا ما تتأهلش، وتستنى كل 30 سنة مرة عشان تبقى توصل كأس العالم، ويبقى ده قمة الإنجاز اللي حققته الكرة المصرية، إنها تروح تسجل جون، تجيب نقطة. إحنا وحظنا بقى. من 3 4 سنين يا كابتن عادل لو كنت قلت لك إنه في لعيب مصري هيبقى بينافس على لقب الأفضل في العالم، أو إن في لعيب مصري هيحقق لقب هداف بطولة زي الدوري الإنجليزي، أو إن في لعيب مصري هيجيب بطولة زي بطولة دوري الأبطال، كنت هتصدقني؟ كان في حد في مصر هيصدقنا؟ لا. طب ما احنا بنقدر اهو، يعني هو صلاح ده ما رفعش سقف الاحلام والطموحات عندنا كمصريين؟ ما قالش ان احنا ممكن نكسر كل التابوهات اللي احنا عايشين فيها بقالنا 30 40 سنه؟ وده دايما بفضل الله، يعني من اول ما ابتديت التدريب وانا بقول ان البني ادم المصري مش كوره بس، في كوره وفي سياسه، في تجاره، في صناعه، في العالم كله هتلاقيهم متصدرين. تروح المانيا تلاقي اللي عامل المترو هناك، واللي عامل المدينه هناك هاني عازر طبعا، كله مصريين، مصري طبعا، كله في امريكا، ودكاتره وفي وكاله ناسا في الفضائيه في كل حته. فاللاعب المصري مش عايز، ما فيش الاتحاد اللي بيجي بيعمل المناخ زي ما حضرتك تفضلت كده، مفيش حد بيجي يعمل المناخ اللي يفرز فيه بطل من خلال المسابقه. اتحاد الكوره المفروض يعمل رابطه من 100 سنه او من 20 سنه، والرابطه دي هي اللي بتدير البطوله، ويبقى لجنة الحكام بتبقى معاها، ولا أتفرغ للمنتخبات. أتفرغ للمنتخبات وأبقى شغال الشغل المحترم في اختيار المدير الفني. النهاردة من 15 سنة وأنا برشح الراجل المدير الفني بتاع السعودية، وكان راتبه 10,000 دولار أيامها. كنت برشحه للمنتخب، راحوا جابوا برادلي أعتقد، وبعدين جابوا بعدين كوبر، وبعدين جابوا بعدين الراجل اسمه أجيري. أجيري الثلاثة ورا بعض. الراجل ده شوف راح كاس عالم مع المغرب وعامل نتائج. على هيرفي رينار. هيرفي جينار. دينار. هيرفي رينار. رينار. النهارده شوف بيعمل ايه داخل البطولة العربية، عامل فرقة سكنتين. يعني انت رشحت هيرفي رينار قبل كده يتولى مسؤولية المنتخب المصري؟ والله. وكان ايه الرد معلش، او يعني ايه اللي حصل في بعد انت ما هو ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا ودنين ولسان واحد. فانا المفروض لما اتكلم انت، انا في ودنين، اسمع اسمع وفكر. الراجل ده هل في مصلحه بيني وبينه؟ انا ما اعرفوش، انا شفته وهو كشخصيه، ككاريزما، كتوجيه، واحد من افضل المديرين الفنيين الحقيقه يعني. وبعدين لعيبه بتحبه جدا، وصاحب خبره كبيره جدا، تخاف جدا، تخاف منه جدا، وبعدين دارس الانسان العربي، وعارف الكره المصريه الافريقيه، وعارف الكره العربيه، فناجح في كل خطواته ناجح. طب انا اجيب ده ولا اجيب كوبر ولا اجيب اجيري ولا اجيب برادلي؟ على طول في حاجات كده بتبقى مش مظبوطه. الحاجه الثانيه واللي مأثره فينا كلنا، كره احمد، كره بتعتمد على الجماهير. انا اللعبه الشعبيه في العالم لعبه كره القدم. فانا لما الدوري بتاعي يبقى كل مؤسسات، مع احترامنا كلهم دي يعني بنحترم كل المؤسسات، لكن يبقى الدوري بتاعي كله شركات او كل مؤسسات، طب وفين الجمهور اللي هيجي يحضر المدرج ويبقى فيه دخل ويبقى فيه انتماء للمحافظه بتاعتي، ويبقى في دوري قوي يفرز لي لعيبه جيده تمتع الناس وتمد منتخبات قوميه؟ الكلام ده مش موجود، وزي ما انت تفضلت 30 سنه هم اللي بيديروا ما بيتغيروش. انا متفق معاك جزئيا في النقطه دي، انا مع حضرتك جدا في فكره انه، بس انا الحقيقه ما اقدرش الوم المؤسسات على ده بقد ما انا لازم الوم كمان الانديه الشعبيه اللي عندها ظهير جماهيري ومش قادره تنجح في انها تستغل ده وتظهر مره ثانيه. انا مش بقول المشكله وبسكت. في الجزائر عملوا كده لما مثلا ايه شركه زي السكه الحديد مثلا يعني طلعت الممتاز. طيب انا هلعب باسم السكه الحديد؟ لا، بروح واخد تيم او محافظه والعب باسمها. يبقى انا ضمنت ان انا الفلوس اللي انا بدفعها حاططها في مثلا طنطا، المنيا، اي تيم، الدمنهور، اي فرقه من الفرق اللي هي فيها محافظه وفيها جماهيريه،
انا بتمنى زي ما بنشوف في الدوري الانجليزي في الجزائر عملوا كده بلاش الدوري صناديق استثمار بتشتري نادي زي مثلا نادي نيوكاسل مستثمر بيحط فلوسه في مانشستر سيتي مستثمر بيحط فلوسه في باريس سان جيرمان انديه ليها جمهور وليها زي ما حضرتك تفضلت المؤسسات على عينه وعلى راسه ذنبهم ايه الناس بتكافح وبتصرف وبتجيب مدربين وبتجيب لعيبه على اعلى مستوى وماشيين ممتازين جدا في الدوري لكن انا بتكلم على اللي بيدير انا بقول انك انت تعالى اطلع بس خد بقى تيم فرقه ليها جماهير وتولى انت الموضوع ده من خلال برضه المؤسسه بتاعتك البنك الاهلي يروح واخد مثلا المنيا تيم زي تيم اسوان تيم زي ناجي حماد طنطا الدمنهور كل الفرقه ديت اللي فيها جماهيريه منصوره الاولمبي الاولمبي ترسانه ليهم جماهير فانت بتضمن الجمهور مالي المدرج وفي الشعبيه وفي المتعه انك انت بتستمتع وانت بتشاهد اي مباراه. صحيح. انا عشان بس اقفل النقطه دي يعني دايما في نموذجين كده قريب انا مش بتكلم على حاجات بعيده محتاجين ان احنا بجد لو الناس عايزه تشتغل تبص عليهم فرنسا وبلجيكا الدولتين دول عملوا طفره وخدوا مكاسب اقتصاديه. اقتصاديه جامه يعني اللي حققته اللعيبه الفرنسيه اللي احترفت في السنوات الاخيره الاقتصاد الفرنسي تقريبا داخل او تجاوز اللي حققته لعيبه البرازيل الاقتصاد البرازيلي. بلجيكا اللي من لا شيء بقت واحده من اقوى المنتخبات وبقت مرشح دائم للمنافسه على الوصول لاي منصه تتويج اوروبيا عالميا. ازاي الناس دي عملت ده وازاي خططت لده وازاي حضرت لده؟ الناس اللي عايزه تشتغل تبص وتدرس. عايز اسمع رايك سريعا في قرعه كاس العالم وايه الطموح او رؤيه كابتن عادل طعيمه لمشوار الاهلي في النسخه اللي جايه ان شاء الله من كاس العالم انديه. مونتري بلجيكي المكسيكي لو تجاوزناه بالميراس البرازيلي لو تجاوزناه غالبا تشيلسي في نهائي البطوله. شايف مشوار الاهلي السنه دي؟ انا متفائل جدا على الرغم ان المونتيري طبعا فرقه قويه الكره المكسيكيه بتعتمد على الشباب صغير وعندهم قوه وسرعه ونقل الكره بسرعه احنا عندنا من الخبره ومن الاداء مع موسيماني بنعرف ازاي نادي مع الفرق الكبيره وزي ما انت شفت بطوله كاس العالم للانديه اللي فات كان بالميراس الماتش الثاني مظبوط كان الدخيل وبعدين بالميراس اعتقد برضو باذن الله تعالى المشكله دي تتحل بتاعت التوقيتات والماتش الاولاني ان شاء الله نعديه ونخش على بالميراس ونكسبه برضه ونوصل للمرحله دول جايين الصقر يعني جايين ياخدوا بطارهم يا كابتن عادل واحنا برضه هناخد الطار احنا ما هي العمليه بس إيه؟ بس شايف اداء الاهلي السنه دي ازاي يعني مختلف في ايه عن الموسم اللي فات والله موسيماني يعني احنا خدناه من الدار للنار على طول يعني هو جاي من جنوب افريقيا على ماتشات على طول بطوله افريقيا ثم دوري ثم بطوله افريقيا ثم سوبر ثم كاس ثم ما لحقش يمرن فحتى الكور الثابته ما كانش بيعمل فيها حاجه النهارده بنشوف كرات ثابته كورنر بيتعمل فيه حاجات ما شفناش قبل كده في اي حته يعني في كورنر اتعمل لعلي معلول وراحت ملعوبه لورا وعلي معلول راح طالع وراحت ملعوبه له ثاني دي حاجات ابتدى الراجل يشتغل شغل مدرب يعني انت بعين المدرب شايف فيه في الملعب شغل البصمات اللعب. لمستر طرق اللعب كمان طرق اللعب انت انا قلت قبل كده في هنا في القناه ان الراجل بيلعب بفكر اعلى فكر في العالم بيلعب براس حربه وهمي راس حربه وهمي ماتش الزمالك كان مين بيلعب راس حربه؟ محمد شريف لا ما كانش محمد شريف محمد شريف كان بيلعب على الطرف واحنا بندافع محمد شريف كان بيمسك الحمدي المستولي واحنا بندافع وقفشه هو اللي بيبقى بيقابل السردباكين واحنا بنهاجم قفشه بيبقى فين؟ بيبقى ناحيه الشمال وشريف هو اللي ما بين السردباكين وبيرسي تاو على اليمين ده ايه ده فكر ايه؟ بيسقط حمدي زي بوسكيتس في برشلونه وفي منتخب اسبانيا بيسقطه وبعدين عارف ان نادي الزمالك هو بيضغط ما بيضغطش بالشكل القوي بيحلق فكان بيبدا الكره من عند الشناوي ثم وانت بتنقل بثقه ومد اللعيبه الاطمئنان والثقه الكامله انك انت انقل في السكس يارده بتاعك
ما تخافش ونجح 45 دقيقة. يعني في لغات كتيرة بقى بتتقال يعني قمة في الأداء. صحيح، هو الموسم ده كله الأهلي الحقيقة يعني لحظات قليلة جدا اللي ممكن تحس انك انت مش راضي على الأهلي. يا احمد في حاجة انا اسف لقطع الحديث. اتفضل. ديانج بيلعب ديفندر، الجول الأولاني جابه ازاي؟ كان فين؟ على حدود 18، الجول الأولاني والجول الرابع. الجول الرابع، طب عمرو السوليه كان فين؟ نفس الحكايه، اسيست كان فين؟ جوه 18. جوه 18 ده ايه؟ ديفندر. ايوه، شوف مدى الثقه ومدى ان الراجل الثقه دي عند اللعيبه والمدرب بيزودها من حيث الواجبات اللي هو بيديها لكل لاعب. فطريقه اللعب وانت بتدافع وانت بتهاجم، للاسف المدير الفني للفريق المنافس ما عرفش حاجه، ما عرفش ان هو حتى المدير الفني للمنتخب وهو بيعمل تشكيلاته لماتش انجولا وماتش الجابون ما خدش الفكر بتاع موسيماني في الحته دي، فكان بيلعب بثلاثه راس حربه. لو تفتكر احمد ياسر ومحمد ده لعب في ماتش باحمد ياسر ومحمد شريف ومروان حمدي. تخيل. والثلاثه ما تعرفش بيلعبوا فين. ايوه، انا هم غالبا مش احنا اللي كنا محتارين، انا غالبا هم اللي في الملعب هم نفسهم كانوا محتارين. انا لسه اساله، وحتى لعب ماتش تاني برضو اظن كان الجابون، لقيته بيلعب محمد صلاح ومصطفى فتحي. طب الاثنين عدلتهم ناحيه اليمين. طيب انا النقطه الاولانيه، طيب خليني طب خليه بس ناجل الكومنتس بتاعت الناس او ردود الناس. النقطه الاخيره بس عايز اتكلم فيها في موضوع كاس العالم ده، احنا للاسف السنه دي يعني العجله تدور وبعدين نقف، تدور وبعدين نقف، ومن هنا لغايه لما يجي ان شاء الله موعد بطوله كاس العالم بنتكلم على شهر 12 وشهر يناير، الاهلي تقريبا قوامه الاساسي مش موجود مع مستر موسيماني. تفتكر ايه الطريقه الامثل انك انت تحضر لبطوله بالقوه دي ومشاركه انديه على مستوى يعني عالمي، مونتيري المكسيكي، بالميراس، تشيلسي، الثلاث فرق الحقيقه فرق في منتهى القوه. ال 12 كله رايح في كاس العرب، ويناير كله رايح في بطوله امم افريقيا، وبالتالي الاهلي هيجهز امتى ويحتك امتى ويتجانس امتى قبل بطوله كاس العالم؟ سمعت بعض الاراء انه الراجل مد على 10 ايام، فده غلط، وان ده سلاح ذو حدين. بكمل على فتره الراحه. على فتره الراحه. اولا النادي الاهلي ما خدش فتره راحه خالص. اسبوع، وحتى الاسبوع اللي خدوه الولاد كان الولاد التانيين اولادنا في المنتخب كانوا بيلعبوا، ما خدوش فتره راحه خالص. ال 10 ايام دول مع برضو كان في فتره قبل كده برضو خدوا يمكن اربع خمس ايام. الفتره دي في امس الحاجه اللعيبه ليها. على طول الجسم بيبقى محتاج عملية تنقية للجهاز العصبي والجهاز العضلي، بحيث ان اللعيب لما يجي يبقى متشوق ان يجي يلعب كرة قدم ما بيفقدش جزء كبير من لياقته. عندك راجل معد على اعلى مستوى، عنده فكر، الى جانب طبعا الجانب الاداري كابتن سعد عبد الحفيظ وسيد سامي قمصان، ثم موسيماني والجهاز الموجود معاه، بيعرف يطلع اللعيبة بيديها لفترة الراحة المناسبة، وبعدين بيخش على مرحلة. المرحلة دي عملية فترة إعداد مصغرة. الفترة اللي امتى جاية امتى كابتن عادل؟ امتى هيعملها؟ ما هو انت ما عندكش غير اسبوع تقريبا ما بين كأس العرب وما بين بطولة أمم أفريقيا. يعني احنا هنرجع من كأس العرب هنلعب اسبوع واحد، هنلعب جولتين في الدوري السابعة والثامنة، وبعد كده هتقف المسابقة تاني عشان المنتخب هيستعد للمشاركه في كاس الامم الافريقيه. انا عندي معظم العناصر الاساسيه، مش العناصر الاساسيه، الفريق كله ما شاء الله. يعني انت عندك الدكه، في فرقه قاعده بره. ايوه. فانت اللي ناقصك اظن خمسه سته اللي راحوا البطوله. انت ناقصك 12 يا كابتن عادل. ناقصك شناوي وايمن اشرف واكرم توفيق وعلي معلول وأليو ديانج حمدي فتحي السولية. اما انت انا بتكلم على سكواد الاهلي بقى في البطوله العربيه، في البطوله العربيه، في البطوله الافريقيه يعني. لا انا بتكلم على البطوله العربيه. لا البطوله العربيه لا، انت طبعا مع منتخب مصر اكرم وشناوي وسولية وقفشه وشريف وايمن اشرف وحمدي فتحي. يعني حوالي زي ما انا قلت خمسه سته يعني. ففي البطوله العربيه في الفتره دي انا قوام الفرقه كله تقريبا موجود. وبعدين انا شريف، انت الماتش اللي فات لعبت من غير شريف. ولعبت برضه براس حربه وهمي.
برضه مفيش راس حربه زي العالم كله. في فرق كبيره قوي في العالم منها البارسا ومنها السيتي بيلعبوا. لو كاس الرابطه اتلعب فعلا في نفس التوقيت بطوله افريقيا فرصه تبقى كويسه للاهلي في التحضير والاحتكاك، بس يعني طبعا مع الاخذ في الاعتبار انك انت هيغيب عنك تيم كامل. ما يجراش حاجه لانك انت هتلاقي البدائل. عندك حسام حسن، في خلاف على حسام حسن، في خلاف على الاطراف، في خلاف على كريم فؤاد ما ياخدش، ياسر رامي هاني، يعني علي مع لا احنا ما بنقللش ابدا باللي ما راحوش مع المنتخبات. لا بقولش على التقليل، بقول انك انت عندك لا ده بالعكس، ده انا كلامي معنى كلامي أيوه. ان اللي موجود لا يقل عن اللي مع المنتخب. لا انا كلامي ما أيوه. لا ما يكفيش غلط. طيب خليني اروح لمنتخب مصر بقى ومشاركته بكره قدام لبنان، وانت تقييمك للبطوله دي ايه، وايه الحاجات اللي يعني تتمنى ان منتخب مصر يحققها من ثلاث مواجهات اولى، لبنان سودان جزائر. بس خلينا سالنا الناس كده توقعاتكم ايه للبطوله، وهل المنتخب رايح يحقق اللقب او قادر يحقق لقب بطوله كاس العرب ولا لا. نسمع ونشوف مع حضرتك كده الناس بتقول ايه. احمد فهمي، هي صعبه بس اللعيبه رجاله ان شاء الله البطوله مصريه. احمد ابو الناظر، ممكن مش مستحيل لان الدوري المصري دوري قوي ويمتلك لاعبين اقوياء، وخصوصا النادي الاهلي عنده عدد كبير من اللعيبه المميزين. طب كويس، الناس متفائله. حسن حسين، ان شاء الله يقدر خصوصا باقي المنتخبات مش بالقوى الكامله. انا مختلف معاك يا حسن شويه في الحته دي، يعني السعوديه المغرب تونس قدمت عرض قوي جدا النهارده، فلا البطوله فيها منتخبات، وتابعوا المنتخبات اللي ممكن القرعه تجيبها في طريقنا، يعني عندنا تونس المغرب الجزائر ممكن جدا نقابلهم. محمود عبد الله بيقول يا كابتن عادل المفروض عشان المنتخب رايح بكامل العناصر ومفيش حاجه تمنعه من تحقيق البطوله، لكن خلينا نشوف ايه اللي هيحصل، وكله على الله. طبعا كله على الله، بس احنا اسعى يا عبد ونسعى معاك، يعني المهم نجتهد ونحاول نوصل. عندنا محمد يعني اتوقع وصول منتخب مصر لابعد نقطه في البطوله، واتمنى تحقيق اكبر استفاده ممكنه من البطوله استعدادا لامم افريقيا. وفي جواد بيقول حتى بدون المحترفين، تقصد جواد، اعتقد لن يستطيع المنتخب المصري الفوز باللقب. تحياتي يليك كابتن احمد، ده من العراق جواد. بشكرك جواد على متابعتنا. طيب يعني انت شايف انه نطمع في ان احنا نحقق البطوله ولا نستفيد فنيا من خلال الماتشات باحتكاك ونجرب لعيبه ونجرب طريقه لعب ونعتبرها بطوله كده اشبه بالتقسيمه رايحين نستعد فيها لبطوله الامم الافريقيه؟ لا انا مش مع الراي ده خالص. احنا عارف كنا بنتكلم على ان انت لما بتدير حاجه لازم توصل للمرحله النهائيه، يعني تمام. كاس عالم اوصل دور المجموعات واوصل للنهائي. انا داخل البطوله العربيه، انا جمهور المصري اللي موجود في قطر هتلاقي المدرج كله مليان، فانا البطوله دي اولا ادبيا لازم اخدها، ثانيا ماديا رقم كبير جدا هيخش في خزينه الاتحاد او في خزينه الدوله. فازاي انا اروح واقول ان انا رايح اجرب ايه؟ انت شفت التصريحات بتاعت الراجل في المؤتمر الصحفي؟ انا الحقيقه من ساعه ما لقيته يعني في حاجات كده بتحصل ما بقتش اتابعه، لان تصريحاته بقت فيها واختياراته بقى فيها يعني نوع من الارتجاليه. فانا كنت اتمنى. انت مش مقتنع بكارلوس كيروش يا كابتن عادل شكلك؟ ما هو زي ما بيقول، هو قال حاجه مش مقتنع. الراجل عنده سي في محترم، احنا متفقين، بس السي في زي ما هو. عايز اشوفه على الارض بقى، يعني ما انا السي في كويس بقى جامد جدا. طب واللي انا عايز اشوفه، انت بتقول مصر تاريخ، يعني برضه من ضمن الحاجات اللي ضايقتني، يعني بقول لك مصر تاريخ، فبقول له تاريخ يعني ايه؟ الاهرام ابو الهول. طب وانت تاريخك السي في بتاعك برضه هنعتبره ماضي، انا عايز اشوف الحاضر. الحاضر بتاعك ايه مع منتخب مصر؟ انا ما شفتش حاجه لسه، لا في تشكيل ولا في اداء. اتمنى اللي كان بيكتب معاه العقد يقول له ان بطوله امم افريقيا فيها لازم توصل للنهائي، البطوله العربيه لازم تحصل عليها. هو مش المفترض ان الاهداف دي تتحط من البدايات خالص مع التعاقد؟ يعني ما باجي اتعاقد مع مدير فني اقول له انا اهدافي كاتحاد كره ايه، وانت ايه شروطك او ايه طلباتك عشان تقدر تساعدني في ان احقق الاهداف دي، ولا احنا بنتعاقد وبعدين نبقى نشوف احنا رايحين نعمل ايه خطوه بخطوه؟ طب انا راجل مسؤول عن شركه، رايح اجيب مدير تنفيذي ينفذ مصلحتي في الشركه. لو انا بكتب العقد معاه مش بقول له انا عايزك تعمل واحد اثنين ثلاثه، لا هياخد مرتبه من جيبي، مرتبه انا هدفعه، فبقول له انت لازم هتصلح لي واحد اثنين ثلاثه.
فانا مفروض الحاجه دي تعالى اوصل كاس عالم ومش اوصل كاس عالم اوصل كاس عالم وكذا هتاخد سنه كامله او ست شهور. طيب البطوله العربيه هدي لك ثلاث شهور بس لازم تحصل عليها ويبقى عندي الحريه ان انا الراجل ده لو ما نجحش ما ادلوش شرط جزائي يبقى عندي القدره ان انا البطوله العربيه لا قدر الله ما نجحش فيها دخل على امم افريقيا ما نجحش فيها يمشي وياخد شرط جزائي مين يقول كده؟ الشعب مع يعني مع اذا لم يحقق النتائج المطلوبه اللي يعني اوصل اللي غير واضحه لغايه دلوقتي يعني اوصل اخد بطوله البطوله احنا مش عارفين انا مش عارفين بس لو 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 ما حققش السؤال الاخير يا كابتن عادل عشان الوقت لو ما حققش النتائج المتوقعه منه او المردود المناسب في مشاركته في بطوله كاس العرب وبطوله الامم الافريقيه هل انت مع ام ضد استمرار كارلوس كيروش كمدير فني منتخب المصري قبل المرحله الاخيره من كاس العالم؟ هم كانوا متفقين معاه اعتقد انك توصل للمرحله النهائيه لكن لما قالوا له البطوله العربيه وامم افريقيا رفض وزعل انت ما اتفقتوش معايا على كده فطبعا العمليه مش مظبوطه وانا انت شخصيا رايك ايه يستمر في قياده منتخب مصر للمرحله الاخيره من التصفيات اذا فشل في البطوله العربيه وفي امم افريقيا يبقى في محضرين البديل الكفء. بشكر كابتن عادل طعيم نورتنا وشرفتنا واسعدتنا بوجودك معانا النهارده كابتن عادل بشكرك شكرا جزيلا بشكر حضراتكم بكره كل التوفيق لمنتخبنا هنتابع بما ان المباراه بكره ان شاء الله بدري هتكون الساعه 3 بتوقيت القاهره مصر ولبنان يبقى هنتابع مع حضراتكم ان شاء الله تغطيه ليها بعد انتهاء المباراه مباشره نقابل حضراتكم على كل خير على شاشه الاهلي تمام السادسه تحياتي لكم.